السلام عليكم إخواني الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد في مقطعنا هذا الأسطوري. وكما ترون على العنوان، نعم الكثير منكم يسألونني كيف نحصل على لفتين أو ثلاث لفات داخل باكج الخاص بنابولي. نعم يا أساطير، كما ترون هو باكج أسطوري يا أساطير، يتكون من يعني أقوى اللاعبين، منهم أوسيمين وكذلك كفاراتسخيليا، نسخ هؤلاء اللاعبين نسخ أسطورية، كذلك يعني حارس هذا الباكج وكذلك دي لورينزو وباقي اللاعبين. سوف يعني يتكون هذا الباكج من 5 لاعبين، وكما ترون بإمكانكم أن تحصلوا على لفة من تسجيل الدخول. يعني الكثير منكم حصل على هذه اللفة وقام باللف في هذا الباكج، وسوف تحصلون على لفة يعني مجانيتين داخل هذا الباكج من الأحداث. نعم يا أسطير، ولكن أين سوف نجد هذا الحدث؟ لأن الكثير منكم يدخلون إلى هذه الأحداث ولا يجدون هذا الحدث الخاص ب يعني فريق نابولي. ولكن يا أسطير، لدخول هذا الحدث والإتمام ولحصول على لفتين داخل هذا الباكج، يجب عليك الضغط هنا يا أسطير، ليس في يعني إيكيب دو غيف هنا ماتش، بل عليك الضغط في هنا يا أسطير. كما ترون بعد الضغط إلى هنا سوف ندخل إلى يعني الحدث الخاص بنابولي كما ترون، ثم سوف ندخل إليه وسوف نقوم بإتمام شروط هذا يعني الحدث، الحصول على 3 نقاط، ثم الحصول على 3 نقاط. في 3 نقاط الأولى كما ترون سوف نحصل إن شاء الله على لفة داخل باكج نابولي، وفي 3 نقاط الأخرى سوف نحصل على لفة أخرى داخل باكج نابولي إن شاء الله. وبهذا سوف نكون حصلنا على مجموعة 3 لفات إن شاء الله داخل باكج نابولي. ولما لا تحصل على كفاراتسخيليا أو أوسيمين، سوف تكون نسخهم نسخ أسطورية إن شاء الله عن تجربة يا أساطير. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم إن شاء الله، أتمنى أن يكون شرحي في المتناول، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.